هذه الحلقة برعاية منافع. بين بحثك عن الفرص الاستثمارية وبحث المنشآت عن التمويل، منافع حاضرة لك ولها ولهم، منافع للكل. قدم لك الفرص الاستثمارية بعناية وتساعدك تحرك أموالك الراكدة وتنمي دخلك. خذ القرار وابدأ رحلتك الاستثمارية اليوم بخطوات سهلة ما تتجاوز 30 ثانية. حمل التطبيق في وصف الحلقة. اسمي لبنى الخميس، أقدم بودكاست أباجورة، أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجارب المختلفة في الحياة. هذه الحلقة بعنوان حصالة. وش أهم ذكرياتك مع الفلوس؟ لما أخذت أول عيدية من جدك وحطيت أول ريال في الحصالة، لما بسطت في حوش بيت عمك وتعلمت أنك لازم تعطي عشان تاخذ وتبيع عشان تربح، ولا لما استلمت 5 ريال كمصروف مدرسي وباشرت على أخوياك بالفسحة، ولا لما مرت السنين وتوظفت واستلمت أول راتب وقطيت في دورية الاستراحة وتحسنت أوضاعك وقصت أول سيارة وغامرت بأول مشروع وأهديت أمك لأول مرة عطرها المفضل. بالرغم أننا كبرنا متحفظين في التعبير عن المال، خجولين في الحديث عنه، إلا أنه لا يمكن أن يمر يوم واحد بدون ما نفكر فيه أو نقوم بصرفه. المال هو سمة حياتنا اليومية، هو اللعبة اللي تسير على قواعدها الدول والحركة اللي تهتز على وقعها الأحداث. سعى الإنسان عبر التاريخ لفهم جوهر المال وقيمته، فكتب عنه الفلاسفة والشعراء والاقتصاديون، بل وحتى رجال الدين، تم مدحه وذمه، تعظيمه وازدراءه. لكن ما هو المال؟ هل هو الخير أم الشر؟ القوة أم الضعف؟ النعمة أم النقمة؟ ما يطارد الناس وما يهربون منه؟ إنه يحول الخصوم إلى أصدقاء والأصدقاء إلى أعداء. إنه السبيل لحريتنا حينا والطريق لعبوديتنا أحيانا، هو زينة الحياة الدنيا وهو ذروة فتنها ومتناقضاتها، قادر على استدعاء مجموعة واسعة من المشاعر المتفاوتة: العار، الذنب، الطمع، الحسد والندم. وفي المقابل بإمكان استثارة النشوة، الثقة، الأمان، الحرية والإعجاب. نعم، الإعجاب، إذ يميل الناس إلى إرسال إشارة للآخرين أنهم يستحقون الحب والإعجاب من خلال ما يملكون من مال وثروة. يريد الناس المزيد من المال ليحصلوا على قدر أكبر من الاحترام والهيبة والمكانة الاجتماعية. نحن لا نسعى خلف المال، بل خلف المشاعر التي يخلقها. ما نشتري شنطة غالية عشان تحفظ أغراضنا وتحمي ممتلكاتنا، بل عشان نمرر رسالة مفادها: أنا أنيقة، أنا غنية، أنا عندي ذوق رفيع، وما نسوق سيارة فارهة عشان نقضي حوائجنا وننجز مشاويرنا فقط، بل علشان نرسل إشارة عن مستوى النجاح اللي حققناه والمكانة اللي وصلنا لها. The next time you see somebody driving a Ferrari, don't think this is somebody who's greedy. Think this is somebody who's incredibly vulnerable and in need of love. يقول آلين دوبوتون إن الدافع المهيمن خلف رغبتنا في ارتقاء درجات السلم الاجتماعي قد لا يكون مرتبط بما نراكمه من سلع مادية أو ما نحوزه من سلطة، بقدر ما يرتبط بمقدار الحب الذي نتطلع لأن نتلقاه نتيجة للمكانة الرفيعة. عمرك سألت طفل وش تبي تصير لما تكبر وقال لك أبي أصير غني؟ ما أعتقد. المال مثل ما قال فرويد ليس رغبة من رغبات الطفولة المبكرة، فكأطفال نريد أن نلفت الانتباه، نتلقى الحب، نحوز الإعجاب ونكتشف العالم. وهذه الرغبات الفطرية لا تتغير حينما نكبر، بل تختلف الوسائل للوصول إليها ليس إلا. وعلى الرغم من أن المال يأتي على هيئة ورقة نقدية أو شيك مطبوع أو رقم في حساب بنكي، إلا أنه يرسم ملامح حياتنا ويحدد جودة فرصنا ويشكل دوائر علاقاتنا وخيارات زواجنا. قد يكون وجوده سبيل لدخولنا مدرسة مرموقة، وغيابه دافع للعصامية والاجتهاد
وتحقيق الذات. انظر حولك، فكر في الحي اللي تسكنه، في الجامعة اللي ارتدتها، في الإجازة اللي قضيتها، والفرص والعلاقات اللي صنعتها. ستجد أن المال يقبع في خلفية الكثير من المشاهد والخيارات والقرارات اللي اتخذتها في حياتك. المال حاضر في كل اتجاه، في السياسة والثقافة والفنون والأدب والأديان، بل وحتى في اللغات واللهجات. طب مسعود، أنا عاوز فلوس. وأنا عاوز برضو. إيه يعني؟ صالح، نسميه فلوس في السعودية ومصر، بيزات في الإمارات وعمان، مصاري ومصريات في بلاد الشام، حلال في الكويت، دراهم في المغرب، دينارات في ليبيا، كمون في الجزائر، فضة في موريتانيا، وزلط وبيس في اليمن. بل وهناك قاموس شعبي يصف الأثرياء أحياناً والكادحين أحياناً أخرى، فتسمي مديرك الثري مقرش وكاش، وعمك اللي عنده أراضي في شمال الرياض هامور وجالس على بنك، وخويك الوارث منغنغ وما عليه. أما المتعثر مالياً فأوصافه كثيرة: طفران، مفلس، وعلى الحديدة. حتى في أمثالنا الشعبية اللي نتداولها في حياتنا اليومية وفي تعاملاتنا الاجتماعية، المال حاضر بصورة لماحة وذكية. فنقول في مال الإرث الذي يذهب للورثة ببساطة، اللي جمعه الشحيح يلعب به المستريح، ونقول في قدرة المال على فرض السيطرة، الكاش ينهي النقاش، وفي قدرته على تبديل القيم وتغيير العلاقات، الفلوس تغير النفوس. ونقول في عبثية الإنفاق اللي معه قرش محيرة يشتري حمام ويطيره، ونقول في التكيف على أساس الوضع المالي للفرد، مد رجولك على قد لحافك، وفي الدعوة للإدخار خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. ونقول في ذم المال الفلوس وصخ دنيا. لكن لحظة، هل فعلا الفلوس وصخ دنيا؟ يسأل عن مقولة الفلوس وصخ دنيا. لا، ليست الفلوس وصخ دنيا، الفلوس المال. أيه؟ الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما قال وسخ الحياة الدنيا. المال مثل الحب، آراءنا حوله كثيرة وقصصنا عنه ما تنتهي، وتتراوح بحسب تجاربنا وبرمجاتنا وقناعاتنا عنه، خصوصا تلك المعتقدات الشائعة اللي غذت وعينا الجمعي لسنوات بل ولعقود طويلة. منها إن المال هو أصل الشرور، وهذه إحدى أقدم المعتقدات في التاريخ، تبنت حضارات كثيرة لإقناع الناس بالقبول والرضا عن أحوالهم المتعثرة والزهد بملذات الحياة. وشوهت المال أيديولوجيات عديدة في محاولة لربطه بالطغيان والجشع والخروج عن منظومة الأخلاق الحميدة، وتحولت مع مرور الوقت إلى شماعة يتبناها الأقل حظاً بشكل واعي أو غير واعي للتصالح مع التفاوت اللي يخلق المال في حياتنا. لكن الحقيقة أن المال أداة محايدة يمكن استخدامها في دروب الخير أو استعمالها في مسالك الشر، بحسب وعيك ونواياك وخياراتك. معتقد ثاني يتبناه كثيرون هو أن معظم الأثرياء لصوص وفاسدون، وأنهم حصلوا على مزاياهم عن طريق السلب والنهب وليس عن طريق الفضيلة والكفاءة. أحد أسباب رسوخ هذه الفكرة هو التصوير المتراكم للأغنياء في الأفلام والمسلسلات على أنهم رؤساء عصابات وتجار مخدرات وأعضاء في المافيا، بالإضافة إلى كون الكثير منهم يعيشون تحت بقعة الضوء، حيث تصبح حفواتهم علنية وأخطائهم فضائحية، ولكونهم قلة قليلة تعمم أخطاء بعضهم على البقية الباقية منهم، وتتحول قصصهم إلى مواد تفاعلية لنشرات الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ تصبح القصة أكثر إثارة عندما يصور الثري بدور الشرير وثوب الجشع. ثالث معتقد يتبناه الكثيرون هو أن المال لا يجلب السعادة، وأن حياة الأغنياء تضج بالنزاعات والصراعات والعقد النفسية. والحقيقة
أن المال فعلاً لا يشتري السعادة، لكن قد يساعد على صناعة ذكريات أفضل ويساهم في دعمك في رحلة التعافي مما ينغص راحتك. الأثرياء كبقية الناس، منهم السعداء ومنهم التعساء، لكن الحقيقة أنهم قد يملكون فرص أفضل لإيجاد علاج متقدم من مرض مزمن، أو للحصول على استشارة نفسية أسرع بعد تجربة انفصال، أو لأخذ عزلة نوعية بعد حالة فقد. إنه يسمح لنا، كما تقول أحلام مستغانمي، أن نعيش تعاستنا برفاهية. بصراحة، ما تسألت في يوم من الأيام في قرارة نفسك وأنت تمر بخبر يعلن ثروة أحد أثرياء العالم، هذا ما يشبع؟ ما تكفيه الفلوس اللي عنده؟ وين يودي فلوسه؟ وش هالطمع؟ قد يكون ربط الثروة بالجشع نابعاً من جانب هش في دواخلنا، يشعر بالإحباط والغضب حيال التوزيع غير العادل للمال في العالم. لكن لو فكرنا فيما يفعل صناع الثروة اللي يسعون إلى مضاعفة رؤوس أموالهم، لاكتشفنا أنهم يشبهون العالم الذي يريد الوصول إلى اكتشاف جديد، والعداء الأولمبي الذي يريد أن يحقق رقم قياسي غير مسبوق، وصانع الأفلام الذي يحلم بصناعة أعظم فيلم في التاريخ. صناعة الثروة وتنمية المال ترتبطان بذات الشغف الإنساني الراغب في التفوق والوصول إلى القمة، لكن في مجال آخر. آخر المعتقدات اللي رح نتناولها اليوم قد تكون جدلية نوعاً ما، وهي ربط العوز وقلة الحيلة في الدنيا بالجزاء السخي العادل في الآخرة، وجعل الفقر وحده تذكرة عبور إلى الجنة، كون الفقير ليس لديه مال يسأل عنه، بالرغم أن الحالة المادية ليست معيار دقيق للصلاح الأخلاقي، وأرصدة الناس ليست مؤشراً لسمو قيمهم وعدالة تعاملاتهم. فالمال عملة ذات وجهين وسلاح ذو حدين، وليس له قوة إلا بيد من يستخدمها. لم يكن المال يوماً تهمة أو حتى صك غفراً. ولو كان الفقر فضيلة لم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن نبيه الصادق الأمين: ووجدك عائلاً فأغنى، ولما قال عنه عمر بن الخطاب: لو كان الفقر رجلاً لقتلته. أخيراً، معتقداتنا عن الفلوس هي ما يصنع سلوكياتنا المالية وأنماطنا الاستهلاكية، فالمال يشبه الوعاء الممتلئ، ومعتقداتنا السلبية عنه هي الثقوب اللي يتسرب منها والثغرات اللي يهرب عبرها. لحظة، كلامنا عن الفلوس ما خلص. هل أنبت نفسك بيوم على مصروفات مو ضرورية؟ هل حصل وتجنبت تفتح رصيدك وتراجع فواتيرك خوفاً من وضعك المالي؟ هل بيوم فكرت كيف ساهمت نظرة أبوك عن الفلوس، أو ربما شخصية أمك في الصرف، في تحديد رصيدك البنكي اليوم، وكيف كونت خلافات المطبخ ونقاشات السيارة وجدالات التسوق استحقاقك المالي؟ هذا وأكثر ما سنعرفه في هذه السلسلة عن المشاعر، الدوافع والصدمات خلف المال. انتظرونا.